مع الخير تحيدونا اخر ريال اللي اقولكم عنه. يوم سوالي ورسل لي قال لي المطروشي انا بروح مسقط شقتكم فاضيه؟ قلت له فاضيه. قال طرش لي اللوكيشن يوم بوصل هناك بروح. وطلع هو الريال الساعه يعني طلع في وقت متاخر من شناص. وصل هناك الساعه 4 الفجر. انا راقد سوالي قال لي يعني يتصل ويسوي ويرسل صور المكان، هو صور الشقة. أنا كنت قايل له إن الطابق الثاني شقة 24، قال لي تمام هو الترتيب، اتفقنا للحين أمورنا ماشي. المهم الريال وصل لللوكيشن، وصل للموقع الساعة 4 الفجر وأنا راقد يتصل لي، أنا ما أرد عليه، أنا راقد خلاص مندفن وقت رقادي أبند التليفون صامت. المهم وصلت أنت هناك صح؟ وصلت للموقع. نعم أوكي أوكي وصل الريال هناك. يسوى لا علينا طول أموركم أبوك وتسبل تسبيل. مشيت على اللوكيشن الساعه 4 معك. انزين الساعه 4 الفجر حلو. ومشي على اللوكيشن، دخلت البنويه هذه مول كاب اللي مستاجرين بيها انتو. ايوه. وانت قايل لي الطابق التوني غرفه رقم كم؟ 24. انزين جت لنا 24 حصلت لا مقفوله. ايوه. مشيت حصلت 23 مفتوحه. زين حلو. ودرت بالغرف تلوت غرفه صوله بقى حيد جالسه هناك بقى لابتوب وده. مشيت بقى ضربني الشك انا، اقول ربيع يا ابوي ده المكان هو ولا معك؟ يقول لي لا هو. مشيت شغلت تليفون مولي احط لوكيشن حتى الكرفو يا مالك، انا على بالي كرفوتك والله. نبدا بلد الحين هو يوم دخل ما دخل الشقه 24، انا قايل له 24 دخل الشقه 23 شافها مفتوحه، وانا قايل له بتحصل بطاطس بتحصل اوراق وكل شيء منشح. يوم نشيت من الرقايد انا احصل الشحي راسل صور المكان. الحين هاي من الاساس البنايه ما هي البنايه، ما هي البنايه اللي عدالها والغرفه اللي عدال الشق هاي الشقه الثانيه، يعني هفسها هفاس كيف يا ريول. انا معك السؤال ذا في انا سبا لا امشي احجز وذا وترو معي. اقول لك لوكيشن انا وصلت لين وش اسمه لين كرفويتك، ولقد كتب مالك مال الجامعه الله يوفقك ان شاء الله، حصلت لك بطوطس حتى بقى حصلت قندوره طولك كذا يعني قندوره عند الكندورة طولي طول ما شاء الله. هو ده وطلع اوين على الاربية، اقول له هو ده المكان ولا اوين على الاربية شو اوين على الاربية يعني طلع عليه لا فين طول عمرك ماشي. الاربية يقول لي يمكن بقى جويز، اقول له هو بلوكيشن هات اوينه بلوكيشن يعطيني خليص ويصل انا. زين قلت انا طول عمرك خربونا اتصل بيك ارسل لك فيديوهات صورتك بس الساعه 4 كده قلت ريال بيجاوبني جاوبني لا ناسون ده بعد ما كده انا مندفن اي تعبون طول عمرك موشي. قال لي تربيه تعرفها ونخدم ها؟ قال لي تربيه قلت لي تعرفها ما بنخدم. قال لي شو؟ قلت له انت انعس هناك وانا بنعس فوق. يعني يقول لي انت ارقد هناك وانا برقد فوق. ايه سواي نظام كرفويتين. وبقى قلت له منبوب احتياط لان في غرف لا حد لا بيها مول بيبان أيوة. مبطله يعني أيوة. حتى هذاك البيب مبطل وانت قلت له سوي بو معك انا قلت له سوي روح ارقد اي مكان. اه انت السولفه. المهم بنت طول عمرك البيب قفلته شغلت على المكيف بقى بيرد لا مو ما بارد يعني بارد ليه مو بارد لا مو لا قلت لك متنحر معك السؤال تسأل انتبهت زين وطول عمرك قمت السؤال تسأل من الحلول هم كيف طيلة يبرد بقى انا بدت نمو قلت يمكن جو هودة مسقط معك انزين طول عمرك موشي اتصل بيك انت طيلة ترد قلت انا بنأس شوي بعدني وطلعت مشيت صوب المطبخ في مطبخ هناك وانقص حوم ماء قليت يمكن انت ما يكل ماء لانك كنت هناك لا يوم اكلمه نسيتهم ويتمشى بالشقه مع ماخذ راحته وادور ذا وانقص يو وانقي كميم وهذا اقول ما شاء الله عليه المطروش هنا معك متسيمت معك دوخ متسيمت ها برستيج هاي شقه قويه واكلت شيبس معكم والشقه ما شقت لها يا جماعه الخير طول امورك الساعة 10:30 كذا انت اتصلت بيني لا؟ الساعة 11 يمكن ولا الساعة 10:30 كذا؟ 10:30 اتصل لي انا الشحي هاي ما شقتنا انت وين داش؟ وين رايح؟ يصور لي المطروش يشوف البيبان يمكن هي نفس الشقة نفس البناية على الأقل زين أقول له الشحي هاي البناية ما بنايتنا ما شقتنا يا ريان انت وين داش؟ وين رايح؟ قال المطروشي هي أظن زين أظني نفس البناية يمكن ربعكم تشوف مني منك الريال يطلع الأوراق يا ريال صورت لك لا مال جامعة ودور اسمك نغت له حصلت محمد عبد الله دري لبي من السموده وحصل لوب مو لوب وهذا لانك انت قايل لي تمشي تخلص اوراق هذا صح اول حصل اوراق اول مال الجامعه قال بس رديت تصورت لك بقى يوم بعدين يا اخوي ضربني وسوس معك اقول انه بعدنا الحين انا هذا المكلم ايش انه مشيت لا قليت عليك لا ان شاء الله فولك طيب انا باخذ لي شاور بسبح وان شاء الله
بمشي اطلع من الشاي. يوم سويت لي قال لي المطروش زي ما علي انا بتسبح وبطلع من الشقه. قلت له يلا ما مشكله وبتصل لين ربيعي يعني بيوديك الشقه ماشي مشكله. سبح الرجال وخلص سبح طول عمره. قال لي الشح خلاص بطلع الحين اطلع من الشقه. طول عمرك خلصت الامور الاسبوع هذا ولبست وهذا وطال عمركم بقى رتب لك المكون حسيت رفويتك ما لحقت رتب بعد ضيف ضيف خليت تربيه بقى هناك شبس ميك لنه وشلوا معك من حتيب النزوره وحطت كمامات خليت تربيه شلينا تلوت منها زين بعد انه يحتوي كمامات فهد شليت شنطي طول عمرك ماشي ابغى اطلع خلاص زين ايل البوب مقفول علي. رديت اتصلت بيه قلت لك المطروش مسخر هنا هنا السالفه استوت هنا هنا الدوايقه انا على بولي ده بقى يسوي له فيلم لانه سوي له واتصل بيه عبالة انا ولا حنطر ايش حد يقول الباب عنه سوي مقلب ولا شيء عني يا بعد قالوني هو دلق قفلته لا انا ابوي قلت له متاكد قال لي والله مشيت يا من الغرفه التونيه انقد لك مكيف بيرد معك زين اللي تربيه احد ناس معنا هنا انزين الحين ريال يوم صار الغرفه الثانيه حصل المكيف شغال قال بس اكيد ها حد من ربعه راقد ردي اتصل المطروشه ما شقتكم. قلت له يا ورد الحلال ابوي هاي ما شقتنا البنايه من الاساس ما البنايه اللي فيها الشقه انت شو مودنك هناك ماشي. الريال خابصنها خباص الحين يوم يبي يطلع اتصل لي المطروشي شو الدبره الحين شو اسوي ودق دق الباب على اللي رايح اللي هاي واجي. قلت له انا خلاص الحين بسوي لي ربيعي واخلي ربيعي يجيك هناك يمكن يحصل حد مني منك يرتب الامور صاحب البنايه هندي شيء عسى يحصل حد ويطلعون انزين الشحي طول عمرك مو شيء. قال لك المطروشي قال لي الحين بيجيك ربيعي. قلت له اعطني رقمه بتصل بيه. اتصلت بيه تواصلت معه وقليته صدق الحين تمخر ويا ريال شقتكم ولا لا؟ يقول لي لا انا ناسون نايم بقى. قلت له انت اللي مخلي مكيف شغول وطيله تنفذ بينا انت والمطروشي معكم طيبين البو. اقول له تعال 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 فوق سرعه الطلبيب. قال انا ما اعرفك وين انت الحين قلني تعال تعال فوق. المهم طول عمرك رسلت له لوكيشن زين طلع ريال لين البيب فوق يقول لي الامور طيبه ان شاء الله. لحظه لحظه وحصله يتكلم مع ويحه سمع 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 اوكي وصلنا لين اهلي الحين. ربيعي يوم وصل هناك عند الشقه عند البنايه عند اللوكيشن اللي طرشتوه انتو صور لي دوريه. قلت يا جماعه الخير استوت اللعبه. طلع هذاك واحد كان في الشقه طلع يعني وقفل عليهم الباب يحسبهم حراميه. طلع عندنا واحد هذا صاحب البنايه طلع وقفل عليهم الباب ويجيب لهم الشرطه. يوم اتصل لي ربيعي يقول لي المطروش السالفه كبرت جايبين الشرطه وما اعرف ايه. وقلت لا حول ولا قوه الا بالله انا في البيت مي الضحك قسم بالله مي الضحك. اتصل لي الشحي قال له الشحي ترى مبلغين الشرطه. قال وابو يا المطروشي جتني نبضه بريولي وابي اضحك الرجال اضحك. قال انا في البلاد ما سويت مشاكل بس هو مشاكل هناك وابي الشحي وابي امورك يوم قلني الشرطه ما كم تبسط الحين قلت الله ينفدني ينسوى علي الناس هذول اللي نأسته ما يسوى علي الرقده هاي ونأس لا اصلا والله العظيم اربع سؤات كلها اربع ساعات رقده وبس الحين اقول انا الحين هو تي سولفه هو تي مشكله ان شاء الله وادق الباب وابغيت فيهم معها اخر شيء اسمع اخوي مشي الجويتي مال الشرطه حتى لنا شغب الحين هذاك مسكين اللي ساير ينقذهم اللي انا مكلمنا على اساس انه بيطلعهم. يوم وصل لين الشرطه قال راعي الشقه صاحب الشقه كان يقول هذا كذاب هذا جاي يساعدهم جاي بيكسر الباب ما اعرف وش كبر السالفه خبصهم يعني مسكين اللي ساير ينقذ شلوا بطاقته توهق وياهم سوالي مطروشي. قال لي الله يلقعك المطروشي انا وش دخلني في هاي وش دخلني في هالمشاكل وحقتني الحين وياهم. المهم الرجال سريع يبي يساعد انا قلت له عمي وما عمي انا الربيعي الله العظيم بس عشان يساعدهم زين سويت لي ربيعي. قلت له زين سيروا وطلعوهم من الشقه وتفاهموا وياهم على اللقم خليهم مقفول عليهم تقف زرب محطاين الله العظيم قفلوا عليهم الباب مودرينهم وياسين حلوا الموضوع برا ياك الرجال ها ساروا وطلعوهم ياكم الشرطه الحين ويقب شنطي انا بالممر بالصوله زين سمعت يفتك واقف بالشنط مالش نطا في الصاله واقف زين طلبوا الباب يتبطل يا مرحبا اخي ارفع رجعت اشوف ويه الشرطه يمكن تموني حلم ثمانية وكل ويحة يجيني مقبلك يا بيهم الشغب يا بيهم حتى تتكلم مع من ومعهم بقى ودول الشرطة يمنعون وكيل خليت الوكيل ابوي مسوي لا شيء انا طول عمرك انا كدك دك دك ده موضوعي طلع بقى ما يفهم زين ما يفهم شحي ما يفهم شحي اسمع اللعبة
يقول لي وش تقول؟ اقول له كذا كذا اندر بيت توني يعرف يتكلم يعني نفسكم كذا. انزين قال له كذا 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 طال عمرك سلمت امريكا ما نقدم لك الشرطه مصطفي تمونيا. قلت ابوي ليه يا ويرب ليه يسوي مشوكل ولا غيره. اطلع على رئي الشقه اللي هو قيف علينا البو. ايوه يا ني قلت اسكت اسكت ابد شو معك انا لكن لي لحق انا عرفت في لفويد اشتد معه. قلت ابن عمي مو لك تقني اسكت اسكت يعني يقول لي مكوني ده وش يربح ومخلص موي وموي قليت عينك بموي ما قدرت لا شيء ادمعه لان انا متورط معك. ايوه اذا هذاك تنازع ومتسبح بعد وما اعرف شو عشان الماي يعني كم السبحين داخل. والحين ربيع اللي معي طيش عيونك دويق زحقون. زين المهم طول عمرك قلني الوكيل صلوا على النبي وان شاء الله بتنحل امور تزحقوا لا وتخوفوا لا يعني بكلامه هو. حلو زين الحين نيت على فرحون خلاص قلت الموضوع منتهي شلش نطيب احملها بالسيوره يقولوني الشرطه هاي تا تا وين ماشي. شلش نطيب احسب خلاص الدوب يروح الشحم استانس شلش نطه وبيروح قالوا له الشرطه ابوي تعال 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 يحملوا له هو قشه استلم يا رجال. المهم جيت للسيارة بطلت السيارة هودا حلو بطلت الدبة يمي يشيل الشنط السيارة الشرطة يقدو عدونا لا نحط الشنط يم الدبة مستانس يشيل الشنط بيروح قال لي الشرطي شاهد شاهد وين ماشي قلت له بحط غروضي خلاص قال لي لا بوي رجال شكي عليك يبي يحتيك الماركات هذاك صعب صاحب الشقة مشتكي يبقى تعويض عايز بحصل فلوس. قلت له وين صاحب الشقة كل مرة ابن عمي يقول له مو بيني وبين كلهم انا هناك بالمركز تعرف كل شيء. انا يعني بقبقت بعيوني يعني تبصر زحقون بقبق بعيوني. المهم زين قلت لهم مو مشكلة فوت الشنط معكم فتشوها الحين قالوني لا تعال المركز وسيارتي تدخلها. زين واربيه كودوك اللي شايلين بطوقته احسبوا بي معنا بقى طلع ريال اعطوه بطوقته واشوفه شرط لا زين طول عمرك امرنا له قلنا الشرطه ابوي حط بطويقك. زين ان شاء الله اعطيته البطويق خذني الوكيل اصغر يقول والله لا تحوتي شيء يعني ما شاء الله عليكم ناس طيبين يدوي بالله عليكم ريال مشير. قلت له بقول لك شيء والله العظيم بطوقتي معك كل شيء معك وهودا والله العظيم بقى هودا بقى تبو هم اخدم بو يقول لي لحظه ابوي لحظه خير ان شاء الله حملنا الشنط معهم بالدوريه شلهم بالدوريه ومش نطهم الشحن ياش من وقت عساس بيخلص اشغال عنده امور وعف شو اشغال وعفسه وماشي الريال شلهم المركز خاص اللي في المركز خاس حتوا المركز هو الشنط هنا وصلنا هناك تعرف من الساعه كم؟ من الساعه 11 لين انتهى الدوام مالهم الساعه 2 واللي يدخل يطلع علينا يحسبنا مجرمين وليه بالشورت بقى انا عزموا له مجرمين انا اتصلوا بي قالوا لي جماعه سكراني ولا كيف لا لا حجاو حجاو زين الحين شلهم مركز الشرطه الشحي اتصل لي مطروشي كبرت السالفه شال لينا المركز ما يسوى علي يا ابوك ما يسوى علي الغلط مني انا لو لقيتك وشليت المفتاح بيدي احسن ما عشان الريال الحين ما يفيدك هذا الكلام ما يفيدك هذاك صاحب الشقه يبغى تعويض حسب يحصل فلوس على الماي اللي تسبحوا فيه يحسب يحصل فلوس على المكيف اللي شغلوه على ابوك رحم رحم الناس يعني يعني عماي 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 سالم المركز تقول لا متسبحين خلاص فتشوهم ماشي ما سارقين شيء قال الماي والكهرباء اللي راقدين فيها اربع ساعات عين ابوك يسوى لا علينا معك طول عمرك مو شيء تمينا شوي ويتكلم معي الوكيل يقول لي انت من وين؟ اقول له والله مصور شنوص يقول لي يا مرحبا بك شو السؤال قد راح اثنين سؤال يقول لي بقى الوكيل مشيت فيهم معه قلت له طيب لي حين انا بت فيهم معه ومعكم بقى والله يحتوي لو وحي يتكلم يقول انه معه هذا اقول اين الاربعي؟ قال امرك مو شيء يقول يلا ان شاء الله خير هذا الوكيل وشويه كده طيب برا انا حلو انقذ هذا صاحب الشقيه عرفته له هناك احنا غير ذا حلو وطول عمرك بقى منزل الكموم وكده انا حلو وما اويها يقول لي البس الكموم وتكلم معنا هو يقول لك خير ريال جد ما يتفهم. المهم قلت ابن عمي هما تبى منا هنين يحتوي له ذا المكان لا يشرفك انت ولا يشرفنا هنين هما تبى علينا يعني قلنا الصدق قلني ابى اعرف انتم منو مطرشنكم هنا قلت له قل لك تربيئنا ويدرس جامعة السلطان قابوس وكذا وكذا ونقت لحد يعني وكذا زين قال لي اسمع عطني ما يتبت وفولك الطيب طلعت له تليفون وريويتكم حوادث وتك وهود انت يوم طرش لي ساعه ما اعرف كم تقني سياره بتحصل في الشقه والبابو هذا الشر فيها وفعل خير قال له خلاص هيا طيحت السولفه وطيحنا السولفه وطلعت السالفه وطلع